اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الكوره مع الحياه مع ضيوفي ونجومي نجوم استوديو الحياه ونجوم قناه الحياه كابتن شوقي غريب المدير الفني للانتاج الحربي ومدير الفني السابق لمنتخب مصر. مشرفنا كابتن نون. اهلا بيك يا سيف. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. ايضا نجم النادي الاهلي ونجم مصر طبعا صاحب انجازات كبيره كابتن محمد شوقي. مشرفنا كابتن نون. اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ شرف وجودي مع الكباتن الكبيره وان شاء الله نكمل. ان شاء الله باذن الله شرف لينا. ايضا المدير الفني لنادي اتحاد الشرطه كابتن هاني رمزي. مشرفنا كابتن نون. مساء الخير يا سيف. اهلا بيك. ازي كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. وايضا الصقر عميد لاعبي العالم نجم قناه الحياه اللي دم شرفنا النهارده كابتن احمد حسن. شرفنا كابتن النهارده. ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك يا كابتن؟ الف سلام عليك. انت مش قادر تقول لي اخبارك؟ مش قادر والله. يعني اول يوم هو النهارده شويه. يا مسهل يا رب. كابتن شوقي النهارده الاهلي الحقيقه مادي يعني لقاء اكتر من رائع. الاهلي يعني في تصريح المهندس محمود طاهر قال وعدت ان انا هعمل فريق قوي وفريق اوروبي والحقيقه النادي الاهلي النهارده شكله جاي جدا مكاسب بالجمله للنادي الاهلي. مارتينيول عكس كل التوقعات بيبتدي بتشكيل يعني في تغيير ما توقعناهوش ثم بيدي عدد كبير جدا من اللعيبه يعني ما تتناسبش مع حجم المباراه بس واضح ان هو النهارده كان عنده ثقه غير طبيعيه. هو طبعا هو بلا شك المباراه مباراه ممتعه لان انت لما تيجي تشوف المباراه بتلعب في جو رياضي يعني جو رياضي فعلا جمهور وتصوير وناس بتشجع ويمكن انا سعيد جدا ان مارتينيول مدرب اجنبي ودرب فرق كبيره وعلى مستوى عالمي ويبقى موجود ويشوف الجمهور المصري يعني كنت سعيد جدا جدا ان هو دي اول مره هو شاف برج العرب يا كابتن قبل كده في لقاء في اللقاءات الافريقيه والسوبر والسوبر هناك ما كانش هو كان بقول لك يعني اول مره هي دي اول مره يشاهد فيها مباراه فيها الجمهور المصري على حقيقته ويشوف الجمهور المصري سواء هو على فكره قال كده في المؤتمر قال انا استمتعت بالجمهور اللي انا محروم منه في مصر محروم لا يعني عايز اقول ايه ممكن هو جه مصر شاف قدامه انه بيخش بيلعب في ملاعب اشبه بالملاعب الخاليه اكنه بيتمرن اكنه بيأدي ملاعب حلوه وملاعب شيك وملاعب جميله وكل حاجه لكن في النهايه الاحساس بتاع النهارده هو احساس اللاعب نفسه او احساس المدرب واللعيبه بتتفاعل مع هدف بيحرز او مع باصه كويسه او جمله كويسه او تغييره كويسه او هو في لما بيطلع بيدي تعليمات بيدي اشارات بترجعه تاني للمكان اللي كان جاي منه يعني بترجعه تاني للجو الصحي اللي كان موجود فيه فين اللي كان موجود فيه في انجلترا وهو بيدرب توتنهام او موجود فيه وهو بيدرب فرقه فانا شايف ان يعني المباراه لها مكاسب كتيره النهارده مكاسبها اكتر من اي شيء مكاسبها فنيا لعيبه واحنا داخلين على مباريات للمنتخب لاحظ النادي الاهلي لاعب مثلا معانا مع الانتاج الحربي المباراه والنهارده يوم 17 النهارده 20 يعني بعد 3 ايام عنده مباراه ثم يوم الاربعاء عنده مباراه ثانيه في الدوري وده اللي احنا بنطالب ان الدوري يبقى كده على طول عشان يبقى عندك مباريات مش عايزين ننظر اصل كل 4 ايام اللاعب مش استعاده الشفاء بتاع اللعيبه ولازم نسترجع ولازم لا نتعود على كده فده وضع طبيعي يعني المباراه في حد ذاتها مباراه حلوه يعني مباراه وبعدين في الاخر فيها 7 اجوان يعني كمان طبعاً. يعني انت ممكن تعمل مباراه زي دي كده وتطلع في الاخر 0-0 او تطلع في الاخر دي حلاوه الكوره واسف لكن 7 اجوان دي في مباراه كبيره زي دي مع نجوم عالميين بصراحه شيء جميل يعني.